أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ السائل: إذا كان على الإنسان لفافة على جرح أو نحوه، فهل يكفي المسح عليها أم لا بد من المسح من التيمم؟ إذا كانت اللفافة مثبتة على الجرح أو الكسر فإنه يمسح عليها مدة الاحتياج إليها، ما دام يحتاج إلى بقائها ضمادا على الجرح أو جبيرة على الكسر فإنها تبقى بدون تحديد مدة، بل بحسب الحاجة، ويمسح عليها الطهارتين الصغرى والكبرى ولا يتيمم، يكفي المسح. نعم.